في خبر مهم لوزارة الصحة والحقيقة وزارة الصحة سحبت دوائين من الأسواق لخطورتهم على المرضى. الإدارة المركزية للصيدلة طالبت بضبط وتحرير ما قد يوجد بالأسواق من أدوية سيرفيلوكس 500 ملي وموتيليوم 100 ملي نتيجة لوجود عبوات مغشوشة من الصنف الأول اللي هو سيرفيلوكس بالأسواق، وسحب تشغيلتين من الثاني أرقام اي جي اي 2348 واي جي اي 2385 بناء على طلب الشركة المصنعة. وصرحت إدارة الصيدلة أمس في منشور ليها لمفتشي إدارة الصيدلة: نرجو تحريز وضبط جميع الكميات بالصيدليات مع ارتجاع ما قد يوجد من مخازن لخطورته على الصحة العامة. يشار إلى أن الموتيليوم بيستخدم لعلاج الغثيان، وطبعا السيرفيلوكس مضاد حيوي واسع المجال. دول الدوائين يا جماعه اللي وزاره الصحه حذرت منهم وبتسحبهم من الصيدليات: سيرفيلوكس 500 ملي وموتيليوم 100 ملي.